دولة تفقدية مكوكية في محافظة القليوبية لمشروعات حياة كريمة في قطاع الاتصالات، قام بها دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان. طلعت قال إن الوزارة نجحت في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة. احنا زودنا 10% زيادة في محطات المحمول هذا العام في محافظة القليوبية، كذلك في مجال خدمات للمواطنين المحافظة بها أكثر من 270 مكتب بريد، جرى تطوير أكثر من 75% منها، بالإضافة إلى المكاتب المتحركة، زودت المكاتب بآلات الصرف الآلي. بنتعاون مع السادة المحافظين وطبعا مع زميلي دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتوصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المدارس، سواء من مشروع حياة كريمة أو في المدن. الزيارة شملت مشروعات البنية الأساسية المعلوماتية وتفاصيل حياة كريمة والإنترنت وتوصيل الإنترنت فائق السرعة. احنا النهاردة برضو بنوقع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الاتصالات وما بين المحافظة عشان نحط الأطر والإصلاح المؤسسي أو التطوير المؤسسي للمحافظة ولمديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء، بحيث أن يتم ربطها فعلا ويبقى الشغل يمشي فيه بسرعه جيده، بدل المكاتبات اللي كانت بتفضل رايحه جايه الكلام ده كله، لا ده بنخلص على طول شغلنا من خلال وسائل الاتصال الحديثه. المواطنون اكدوا ان المشاريع الجديده كان لها تاثير ايجابي على حياتهم. اما بنخش احنا مثلا خدمات زي البريد، زي الخدمات الجديده المعموله كلها، لا بنلاقي مثلا جوده عاليه، حاجه كويسه، غير قبل كده كان ممكن يقابلنا مثلا كذا مشكله، لكن دلوقتي كل حاجه بقت سريعه، بقت حاجه سهله، بقت حاجه كويسه. خدمات البريدية بصراحة ممتازة، أفضل بكتير من الأول وأسهل ومعاملة راقية. الزيارة شملت تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بقريتي طاحانوب وكفر شبين بمركز شبين القناطر، وفي مركز طوخ تم افتتاح مكتب بريد قرية ترسا بعد تطويره، وتفقد مدرسة ويل التكنولوجيا التطبيقية وأعمال التطوير التكنولوجي في مدرستي النور للمكفوفين والتربية الفكرية ببنها، كما تفقد مركز بريد بنها العمومي. الارتقاء بحياة المواطنين هو ما تعمل عليه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروعات خدمية وتنموية وتعليمية تؤكد أن الاستثمار في البشر مفتاح التنمية الشاملة. من محافظة القليوبية، محمود العزالي، التلفزيون المصري.